تخدم مع الدفا معنا تكرفص على تعد على وش الدا صحه هادشي شد صحة وحنايا ما سقنا الخبار على مدة عام انا ما كنت عارفة والو مني سقنا الخبار جاو طلبونا هادي سمحنا لهم درنا بحال ما كاين والو الوالدة ديالي قال لها ديريني بحال ولدك انا ما عنديش امي مع هو مو ميتة انا الوالدة ديالي حنينة سمحت لي ودارت بحال ما كاين والو صافي داروا خطبة كبيرة تزوجوا تزوجوا كأيوة الناس ما داهاش عنده الدار بصفة نهائية بقى كيقول لها غنكري لك غنكري لك غنكري لك هي قاصر هي قاصر ولكن مني مشاو للمحكمه ديال 16 مشاو للمحكمه ديال 16 وما قبلوش لهم اللاكت ديال الزواج ولكن بقات ديك الورقه حتى كملت 18 عام دارت معاه اللاكت مني دارت معاه اللاكت ما داهاش للدار بقات عندنا في الدار ما كيصرف عليها ما والو ما علينا صافي مني واحد النهار ديما هو اصلا ديما اللي يتصاور مع الدريات كيلو يتصاور مع الدريات كيدخل وكيخرج في الدريات في دارهم وفي الصالون بجوج داك النهار هي مشات على الاساس انها غادي تسجلو غادي ديكلاري بيه وصافي وباش تطلق منه هو من من شعر ضرب لي راسه مع وحيط وخد لي التليفون وبدا كيعاير فيا ودار لي الشوات تما حدا دار مني قلتي لي اودي انا راه نشك فكره هادشي علاش وعلاش طلب مني السماحه طلب مني السماحه وسمحت لي والو كاع صافي باقا هو داك الحال اللي عليه غادي عليه لحد الان باقا حد الان هو مني جا عندها قال لها بغيتي التليفون ديالك غديري معايا طلاق اتفاقي وغنعطيك التليفون ديالك كيهدد فيها كيقول لها لا ما غتصوري والو انا راه ما غنعطيك لا ريال لا جوج واصلا هو من النهار تكاتب معايا ما عمرو نفق عليا كاع وكيبقى يهدد فيها كيقول لها راه ما غنعطيك لا ريال لا جوج كيقول لها انا ديجا كيقول لها انا ديجا مختصه بالدريه قال لها في الكوميساريه وما تصورات والو قال لها ساكنه في كارير رحمنا الدريه وقال لنا سميتها اقسم بالله العلي العظيم كيتعنب النفوذ كيتعنب النفوذ كيقول لنا انا ديتكم في جيب ديما راه النهار هبطوني النهار هبطوني قدامهم كيضحك انا كنبكي غندوى على حقي ما خلاونيش ندوى على حقي كاع ما خلاونيش في الدائره ديال سيدي موت دائره ثلاثه دائره ثلاثه صح ما بغاوش كانت عندي 18 عام 18 عام فاش شدات كانت عندها 18 عام يلا كملت 18 عام شو هما اللي صيفطك بين الحبس اش داير لك تسيب دار لي ما حصلتيش باش غطى علي الخيانة الزوجية ديكلارا بيا بأنني السارقة بضرب الكسر. اش ما كاين السارقة ما بين الزوج والزوج؟ ديكلارا بيا شيخي. زعما شيخي. باش يغطي على ولده الخيانة الزوجية ديكلارا بيا بأنني شاطرة. باش يوقفوا معاه باش يغطي على لا باش يغطي عليه باش يغطي على ولده اختي جات عندي ديك الساعة فاش ضاربت معاه. عيط لها وعيط لها بوليسي من الدائره ثلاثه قالها طلعت تاخذي التليفون ديالك قسما بالله كيعيط لك كيقول لك طلعت تاخذي التليفون ديالك شنو غتكون رده الفعل ديالك غطلعي على هذا تطلع اصلا انا ما دايره والو حيت شكون كنت دايره ما غنمشيش عندك ما غنمشيش عندهم كاع كما هو دابا كيقول لك هو ما كاينش وهو كاين وما كيبغيش يخرجوا معايا وهو معاه ومن بعد تاخذ التليفون ديالها داروا بها ثلاثه الموظفه قال لها انت درتي ودرتي وبداو كيوريو لها الصاور انت يا هرب وما خلونيش ندوى يكون خلوني غير ندوى على حقي لحد الان بقى ما داويوش على حقي فهمتي خلعوها خافت بدات كتبكي انا كنقول لهم خلوني نطلع غير عند اختي ما خلونيش نطلع عند اختي ما بغيتش غير نطلع عند اختي باقا صغيره اختي كتخاف اختي ما كتعرفش تهضر على راسها ديك الوقت واش فهمتي بداو كيقول لها غير قولي لنا اشنو هزيتي من الصالون يلا بوليسي كيقول لها قولي لنا اشنو هزيتي من الصالون هذه راه لا هذه راه لا ما تدخلش هذه العقل لحد الان ما هز والو كون كنقول لك دايره انا ما غاديش نبقى في الحال واخا نضرب ولكن انا راه ما دايره والو كون غير كدايره وهو اللي داير كل شيء وما مجدودش راه ما يمكنش هذا الشيء فين هو الحق فين هو الحق في هذا الشيء كامل هو اللي داير بزاف د الحوايج وكاع ما مجدود شو طالب اللي داروا لك طلعوه غلط الاب ديالو اللي رفع دعوه الاب ديالو اختو هو ما عرف ليش صاروا مسميته ولكن صاروا راه مسميته هو كنحس بالعقره بزاف بزاف تعقرت بزاف 16 عام وانا معقوره علاش ما رفع المشكل احنا ليه نرقع المشكل سمحنا لي هو هادشي كامل كان كيخطط لي هادشي كامل مخطط لي قالوا له انا صغير شوف هادشي كاع بغيت الحق ديالي تخاد ليه من هادشي كامل انا المحزن كيف ما حد الان لحد الان كيقول لي كما مشيتي بالفخ انا بالنسبة لي عندنا لي بروف عندنا الادله عندنا كلشي ومع العلم حنا اللي عندنا داكشي هو كيدور بالفوره شايفوه وهي ضاربه 10 شهور 19 يوم ديال الحبس وشهر ونص صورتي وباقي الحكم ديالها ما خرجش لحد الان كما الحبس ضربت الحبس هادشي كامل على والو كون غير كنت دايره ما غاديش تبقى فيه الحال انا ما دايره والو ابتدائيه الشهر هي كدوز في الابتدائيه وردها تمديد الوكيل شاف داكشي مخربق ردها تمديد قال لها بنتي ذنوبك عليهم مني ردت تمديد
كوميساريه الدائره ثلاثه ما طنتوش ليها صرفقه وقال لها سيري طلعي وردوا هاد الجيو. ما انا ما ردوكش مديت خاصكم تستمعوا لها ولاش كتبتوا لقد تم الاستماع الي من جديد. هادشي فيه تخلويط هادشي اللي كيبان لي انا من هادشي كامل حيت هما كون حقوا في هادشي عدوا من وفود هما كيقولوها بفمهم. مريم مسكين كيقول لك قول لي داكشي اللي كيقول لي الا وصلتي لودنك عطيه وما غتصوري مني والو الحبس وغتضربي وكيهدد امك يقول لها عطيني فلوس ودير معايا طلاق اتفاقي. شديتي فلوس عيطوا لامك اش يقولوا لها؟ كيقول لها عطيني 4 المليون ودير معايا طلاق اتفاقي ونديروا لك تنازل. وكيقولوا لا انا ما بغيتش مريم تضرب الحبس انا بغيت بنتك وحط لي خواتاتك والو حط لي خواتاتك وفي الجنايات كندير بانني انا اللي ضربته في الجنايات دير بانني انا اللي ضربته اختي انا اللي ضربته اختي اللي ضرباته وفي الطلاق دير بانني انا ضربته توقف على العمل وما بقاش خدام وداك الشيء يعني داك الشيء واش جاب شهاده طبيه في الاستئناس 21 يوم شهاده طبيه فيها 21 يوم 21 يوم في شهاده طبيه هادشي اللي بشهاده طبيه وضارب راسو داير مغزى في ايدو باش يدير ديك شهاده طبيه واش كاينه شي دريه غادي تضرب دري انا ما نكذبش على كون كنت حاضره داك النهار ويدير لختي ويدي لي هاد التليفون ويضربها بحال هكاك غنتشاد انا وياها تيجيو البوليس يهزونا ومني كيجيو البوليس كيعلموه باش انه هو يخوي كيخوي وكيخلينا حنا منا للبوليس كنمشيو لراسنا للدائره جوج مرات حنا كنمشيو لطوما والمره الثالثه حتى خرجت اختي باش مشينا لطوما فاش قلت لي انا بغيته هو باغا ندوي معاه هو كيقول لنا هو ما كاينش هو واقف معانا غير عرفكم غتجيو خو علاش اذا كيوصلوا لي لا كيوصلوا لي الهضره هادشي كامل كاين اقسم بالله العلي العظيم حتى كيخدموا غير بالتليفونات وكاملين كاملين كيتعنوا بالفلوس ديالهم وكيقول لنا حنا الديه ديالك في جيبنا ودابا هو عايش مع صاحبته وبنته وهذه عاره عليها من اللي داير معاه الله صاحبته ولد معاه صاحبته ولد معاه ولاد معاه لا ورقه لا زوج شكون اللي خاصو يمشي للحبس خاصو يمشي في الخيانه وخاصو يمشي في الفساد وخاصو يمشي في الضرب هذاك الضرب اللي كان كيضربها باقي عندنا التصاور هادشي كامل هو ما تسجن عليه ما تحكم عليه ما والو السرقه ديال التليفون والتليفون مع العلم ديال الوالده ماشي ديالها هي درتو الشكايات عندنا جوج شكايات اخويا شواهد طبيه كلشي عندنا والشكايه ديال التليفون حتى هي والشكايه ديال التليفون حتى هي عندنا امي فاش كانت كتطلع الشكايه ديال التليفون كتطلع عند رئيس الدائره كيقول لها التليفون راه ما عندوش وانت رئيس الدائره واش عالم عليه ان التليفون ما عندوش راه حنا اللي كنا معاه في داك الشيء وصاحبته اللي معاه كتصيفط فاش كتمشدو داك تصيفط مساج للدارنا وكتقول لهم القانون لا يحمي المغفلون وخلاتك تضرب الحبس وتاكل الحبس مع خوتها بحال هكا خلاتها تما غيشدوها الحكاتات وعيطي على امك تجي تخمن لنا واحد الصالون حيت الوالده ديالي انا كدير الميناج مني تولي صاحبتك انت كتعاير بينا بحال هكا في الميساجات وهادشي كامل عندنا لي كونفيرساسيون مسكرين عندنا السكرين عندنا كلشي حاطين شكايه وباقي ما بغاوش يخرجوا معايا خاصهم يخرجوا معايا يستمعوا لي ويستمعوا لي خاصهم يتشدوا بجوج شوفوا مع العلم فاش كنمشيو للدائره ثلاثه وكنبغيو نخرجوا ليه البوليس كتكون في راسه واش فهمتي اخويا هذا هو هذا الشيء اللي مابغاش يتفهم لينا انا اقسم بالله العلي العظيم شي داك السيد على شي ما بغاوش المخزن ياخذ لنا حقنا منه انا كندوي مع الكبار ما كندويش على الدائره ثلاثه انا كندوي على المخزن اللي كبار من الدائره ثلاثه بغيناهم يوقفوا معانا حيت الدائره ثلاثه راه والو راه ما كدير والو كلهم ولاد الحرام اقسم بالله لا لا والله حتى كلهم واش انا كندخل عند رئيس الدائره كيقول لي واش انت هي فلانه وانت عارف سميتي شكون اللي قايل لك سميتي مع انك انت عارف سميتي اذا الكبار كلها فراسك مريم حسيتي بالحقره اخويا وبزاف بزاف يعني من 16 عام وانا مقهوره بزاف ديما والحق ديالي لحد الان باقي كاع ما تخاد دابا حنا كنطالبوا من السي الحموشي وجلاله الملك محمد السادس انه يوقف معنا الدائره ثلاثه راه ما كدير معنا والو راه فين ما كنطلعوا تيردونا الشكايه الاولى الشكايه الثانيه الشكايه الثالثه راه ما دارتش معنا فيها حتى شي حاجه كيقولوا لنا سيروا للمحكمه المحكمه يقول لنا سيروا للمكتب مجموعه ديال المحاضر شكيلو حنا الواحد شكيلو حنا شي ما بغاو يديروا معنا والو انا بغيت تتخذ لي حق الله يرحم بها الوالدين عاش محمد السادس عافاكم خذوا لي حق الله يسهل عليكم والله تحقرت وانا صغيره بزاف تشوف وليت كنبغي ندوي على حق ما كنقدرش كنشد في البقيه كنتخنق برات نفساني بزاف والله مرات ما بقاش كتشد دوي ما بقيتش مريم واش الطام انت مرضات والله بغيت ربي ياخذ فيه الحق وكنت من الله يوقف معانا وسي محمد السادس والسي الحموشي بغيناهم كاملين يوقفوا معانا وياخذوا لها حقها حيت اختي لا تخاد لها حقها غادي
غادي تعالج نفسانيا، حيت هذاك السيد خاصو يضرب الحد. هذاك السيد عايش بالفور الشيفور مع صاحبته. مريم كنتي ضربك؟ كان كيضربها. مريم كنتي ضربك؟ اش طالبي دابا؟ اش بغيتي؟ بغيت الحق ديالي يتخاد ليا، حيت انا ظلمت بزاف، دوزت الحبس باطل وكاك ما داير والو، دوزت هو اللي داير كل شيء. ما جنايات بحال هكا ضروري. فاش كنتي في الحبس كانوا تيعيطوا لك؟ يقولوا لك 4 مليون، تعيطوا لماما كيعيطوا لامي. كنا كنقولوا لها 4 مليون. كنا كنتلاقاو معاهم في المحكمه وكيقولها لينا، كيقول لنا الا بغيتينا ندير لاختك التنازل غادي تعطيو 4.5 وغادي دير معنا طلاق اتفاقي. مني كنقولوا ليه كيفاش زعما غدير معك طلاق اتفاقي، كيقول لنا غيدخل عند المحامي غيدخل لها ورقه، وديك الساعه عطاونا 4.5 وغندير لها. هي مختصبه ومعدي عليها ومكرفص عليها، وحنا اللي خاصنا نعطيها 4.5 وحنا اللي خاصنا نديروا ليه التنازل على الطلاق اتفاق. هادشي كامل حنا خاص تعذبنا وتكرفصنا وفي الاخر تنازلي على كل شيء. باقا في رقم شو مريم؟ باقا في رقم شو دابا؟ دابا راه مني خرجت لي النفقه ديال الطلاق، حيت تبع الطلاق مني كانت مشدوده، هو بغى يتفك وهي مشدوده، ولكن ربي ما كملش لي في هادشي. خرجت وقفت على الطلاق ديالها، مني خرجت لي النفقه تراجع في الطلاق، قال لها والله الا شديتي ريال. وكيقول لهم ما عنديش، عندك صالون ويلا حليتي دابا لاصال على قدو في المعمل ديال باك، وتقول لهم ما عنديش. راه حشومه، راه حشومه. سيسي براتك تفكرتي شكون من كتوجهي الرساله ديالك باش تاخذي حقها؟ كنوجه الرساله لجلاله الملك الله ينصرو، عافاكم عافاكم، وقفوا معايا الله يرحم لكم الوالدين. بغيتي تخاد ليا حق بنتي كامل، حيت كنحس بالعقره وسط بلادي. لا لاكارت ما عنديش، فما كنبغي ندخل المحكمه ولا شي حاجه كطلبوا ليا لاكارت، ولاكارت دالي في التليفون. شنو ندير؟ المقاطعه كمشي عند ما بغاوش يصايبوا ليا. حنا ساكنين في حي عشوائي، ما بغاوش يصايبوا ليا لاكارت. كيقول لك يا اما جيب لي ورقه طلاق، يا اما قول لراجلك دير لي التزام. انا راجلي معاه في المشاكل ومعاه وحده والده معاه، كيفاش غيدار لي انا هاد الالتزام؟ ما فهمتش، ما عرفتش علاش. امين يا ربي امين. اخر كلمه اخويا اللي غادا نقول، كنطالب من محمد السادس انه يوقف معنا وسي الحموشي، حيت الدائره 3 راه ما دارتش معنا والو. حنا بغينا اللي فوق منهم، وهذا الشيء بغينا يولي راي عام. هذا الشيء باش كنطالب. يلا صافي، يلا سير.